هابي ويكند وخميسكم سعيد، خميسكم سعادة، خميسكم طاقة إيجابية. اليوم بنشوف الجديد. اليوم وصلنا وين؟ في شركة مجمع الشامل فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك، أمام البيت. يلا نشوف مع بعض الجديد اللي وصلناه. بس قبل نبدأ للجديد والمنتجات الحلوة زيكم، خلونا نشوف التنسيق هذا الجميل. نسقت لكم فازة ورد حلوة تشبهكم. طبعا حتاخذوا لكل غصن أو مجموعة أغصان أو فازة ب5.75 ريال. هلا لا، شوفوا معايا كيف تكوينها، رهيب رهيب رهيب. وانتوا بتبدعوا أكثر وأكثر، معروف عنكم الإبداع. اليوم بنبدأ من أي قسم؟ قسم مهم جدا في أي منزل في حياتنا عامة. قسم إيه؟ قسم البلاستيك أو الحافظات أو الأواني البلاستيكية. كل اللي بتحتاجه سواء حافظات البيض، حافظات الثلج أو قوالب الثلج، حافظات الأحذية وانتو بكرامة، حافظات الأطعمة الزائدة، وأيضا المنظمات بكل تفاصيلها. إيش بتحتاجوه وبإيش نفسكم؟ شركة مجمع الشامل تلبي لكم. يلا نشوف الدلو الجميل هذا بغطاء، يجيكم بلاستيك بألوان مختلفة. حتاخذوا بالمقاس المتوسط تقريبا 7 أو 9 لتر ب5.75 ريال. هذا فيش ممكن تستخدموه؟ في ناس بتستخدمه للدقيق للأرز والسكر، وفي ناس بتستخدمه لإيه؟ للعصيرات حتى الباردة اللي عندهم مشاريع. مو بس الحافظات، وأيضا الصفايات. عاد الصفايات بحر بحر بحر، عالم متكامل ما بين الكبيرة والصغيرة والمتوسط، وما بين اللي بتستخدموها للخضار، بتستخدموها لغسيل الفواكه، للسلطات والقطعات. أيضا حافظات الأطعمة الزائدة عندنا ما شاء الله تبارك الله كوليكشن جدا واسع. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله الأجسام متكاملة، وانتوا لكم حرية اختيار اللي بتحتاجوه. الحافظات بالمقاسات الكبيرة للأرز والسكر والدقيق والصابون أيضا، وبإمكانكم تستخدموها لتنظيم وترتيب دواليب أطفالكم ودواليبكم انتوا أيضا. الأدراج المطبخ، وحتاخذ القطعة ب5.75 ريال. هلا لا، شوفوا هذه تجمع لكم ما بين صفاية وكروانة، مرة حلوة. عندنا القطع الثانية حتجمع لكم ما بين كروانات 3 بمقاسات مختلفة، وعندنا أيضا تجمع لكم ما بين كروانة وقطاعة وصفاية في نفس الوقت. قولوا لي بإيش أنتوا تستخدموا الحافظات بكثرة؟ لحفظ الأطعمة الزائدة عشان تسخنوها تاكلوها في اليوم الثاني أو في المساء، أو بتستخدموها للبهارات، أو بتستخدموها كتقديم طعام لست الحبايب أو من يعز عليكم. بتستخدموها أيضا للفواكه والخضار. أكيد نعم. شوفوا معايا أيضا حافظات البيض، بديكم بالمقاس الكبير والمقاس الصغير. والجميل فيها إنها جاية بغطاء، يعني إذا طفلك فتح الثلاجة في يوم من الأيام وضرب بباب الثلاجة، الأطفال الله يهديهم دائما تحف في كل شيء، والبيض طاح وتكسر وصارت رائحة المنزل كلها زنخ أو زفر من البيض. حتاخذوا هذه الحافظة حتى لو طاحت حتتكسر فيها وما حتتعبي في التنظيف. حتاخذوا القطعة وبنفس السعر، محكمة الغلق بلاستيك بالمقاس الكبير. حافظة الكب كيك،
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونرجع تغطيتنا لليوم، طبعا هذه المنظم اللي ما جربه واللي ما استخدمه بجد يفوته النظافة، يفوته الترتيب، ويفوته الطاقة الإيجابية في المنزل. ودعوا الكركبة والحوسة بعد اليوم والطاقة السلبية، ورحبوا بالطاقة الإيجابية والترتيب والتنظيم مع منتجات شركة مجمع الشامل. مرة حلوة لعلب البيبسي، الكولا، للخضار والفواكه، وأيضا علب الصوصات واستخداماتها كبيرة وبحر. حتاخذوها القطعة ب5.75 ريال هللة كما عودناكم. بإمكانكم تستخدموها حتى دواليب الملابس. الميزة الجميلة فيه إنه مزودة بكفرات صغيرة من الخلف لسهولة استخدامها وسحبها بكل سهولة. عندنا هنا المنظمات هذه، وهذه استخداماتها ما تكمل. حلوة مرة لدواليب المطبخ، وحلوة للثلاجات، للفريزر، بتنظم لك الفريزر بشكل رهيب. أنا بنفسي مجربته. حتاخذوا القطعتين ما بين اللي بتجيكم غويطة مرة واللي بتجيكم وسط واللي بتجيكم مسطحة. كل قطعتين ب5.75 ريال هللة. تختلف المقاسات ولكم حرية اختيار المقاس باللون. شوفوها، شوفوا معايا. طبعا هاجي بيجيكم بالمقاس الاكبر. القطعتين ب5.75 ريال هللة. بجد يا بلاش. عندنا هنا المنظمات الاكريليك، حلوة 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 للتسريحة، للكوميدينو، وايضا لتسريحة طفلتك، للمطبخ، لادراج المطبخ. استخداماتها واسعة، تاخذ القطعتين وبنفس السعر. هنا شكل اخر، بيجيكم بلاستيك وحتاخذوها وبنفس السعر. طبعا مقاساتها صغيرة. هذه حتاخذوا القطعتين وبنفس السعر. حلو المكتب طفلك كمان، للقطع الصغيرة، لبرايات المساحات. عندنا منظم المنظفات هذا، بيجيكم 3 في 1 بالشكل هذا. حلو للثلاجة، وحلو أيضا للدواليب، وحلو لعلب الصوصات، لعلب الكاتشب، وحلو أيضا لأغراض مولودك. مرة حلو، بيجمع لك أغراض مولودك في مكان واحد، وحتاخذ القطعة وبنفس السعر. عندنا هنا سلة المهملات، كوليكشن جدا كبير وانتم بكرامة. سلة المهملات للغرف، أو سلة الرحلات. حتاخذ القطعة وبنفس السعر، ما بين اللي بيجيكم بغطاء متحرك، ما بين اللي بيجيكم من غير غطاء، وما بين اللي بيجيكم الكيس منه فيه. شوفوا هذا معايا، مرة 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 حلو، ليفوتكم. حتاخذوه وحيجيكم من الأسفل مدخل للكيس. طبعا الأكياس برضو تتباع عندنا شركة مجمع الشامل، ومجرد ما تستخدموه حتسحبوا الكيس الثاني والثالث بكل سهولة. بنحب نريحكم. عندنا أحواض الزراعة، وما تتخيلوا النباتات قد إيش بتجيب طاقة إيجابية ورهيبة رهيبة رهيبة في المنزل. وفرنا لكم أحواض الزراعة، وحتاخدوا لكل قطعة ب5.75 ريال هللة. عندنا الأكواب المعيارية، حتاخدوا القطعتين وبنفس السعر. وعاد عالم المكانس، عالم متواسع، عالم واسع عفوا. حجيكم ما بين المكنسة والمجراف، وما بين اللي بتجيكم مجموعة متكاملة بالشكل هذا. حلوة مجموعة توفيرية، هتجمع لكم ما بين مكنسة ومجراف، وما بين فرشات غسيل. والمغلف مكون من 3 إلى 4 قطع ب5.75 ريال هللة. فرش الغسيل بجميع المقاسات والأشكال، سواء بتستخدموها للمغسلة، دورات المياه وانتم بكرامة، لاستخدامات متعددة. بإمكانكم أيضا تستخدموها لتلامس القهوة والشاي. وحتاخذوا المغلف مكون من 3 إلى 4 ب5.75 ريال هللة. ايش بتسموا المنتج هذا؟ لفافة الشعر او الغبار، او مكنسة الغبار من الموكيت. استخداماتها جدا واسعة، وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر. عندنا هنا مساحة الخيوط بالعصا، المكانس، المساحات، كلها حتاخذوا القطعة وبنفس السعر. تعالوا اتحفوني كم مرة تجددوا المكانس او الفرش في السنة؟ مرة او مرتين او كل شهر؟ أخذت المكانس والمكانس والمساحات، دائما منظرها مزعج في المنزل. الحل عندنا في شركة مجمع الشامل، مع علاقة المكانس الجميلة هذه، استخدامها بكل ارتياح. تستخدموها وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر. خلوني بس أوريكم كمان الجديد اللي وصلنا.
وتشوفوا معاي المكنسة والمجراف هذه، خذيها لطفلتك خليها تكنس وعوديها على التنظيف من بدري. المكنسة مع المجراف بالشكل هذا حتاخذوها ب5.75 ريال ندخل على هذا القسم. هذا القسم واسع متكامل ما بين العلاقات، استخدامات واسعة للمناشف، لغرف الأطفال، لغرف الكبار، لغرف النوم، للمطابخ ودورات المياه، وانتو بكرامة. الأطفال عندهم حب الاستطلاع وحب الاستكشاف، بحبوا يستكشفوا كل شيء كل شيء، وبتخافي عليهم، لا داعي للقلق بعد اليوم. خدي قفل الأدراج والدواليب، قفل الميكروويف، وأيضا قفل إيه للمرحاض، وانتو بكرامة بيروحوا له. حتاخدوا المغلف ما بين الثلاثة والقطعتين والأربعة ب5.75 ريال. أكثر شيء بنحتاجه في هذه الأيام ورق مرحاض باستخدام مرة واحدة. حتاخذ المغلف بالشكل هذا في ثلاثة، وعندنا هنا شكل آخر، حتاخذوا القطعة ب5.75 ريال. إذا محتاجين أكواب معيارية، مغراف، أداة فصل البيض، صفاري البيض عن بياض البيض، المصفاة الصغيرة، شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله. أترك التعليق لكم في المنتجات الخطيرة والدقيقة جدا اللي وفرناها لكم. هتاخذوا لكل مغلف وبنفس السعر. انتم من الناس اللي بتتضايقوا من البهارات الصحيحة في الكبسات وفي الإدامات، لا تحتاروا، بعد اليوم مشاركة مجمع الشامل موجودة مع المصفاة الجميلة هذه، حلوة للبهارات والأعشاب. حتاخذ القطعة بالشكل هذا وبنفس السعر. وإذا بتحبوا تشربوا الأعشاب أو الشاي صافي من غير أي بقايا، حتاخذوا المصفاة الجميلة هذه، ضعوا فيها الشاي أو النعناع والأعشاب، وضعوها في الكوب بكل ارتياح، وحتشربوا الشاي بكل ارتياح وبكل أناقة. حتاخذوا المغلف بالشكل هذا وبنفس السعر. عندنا هنا الصفايات للمغاسل، للبانيو، وأيضا المروش. حتاخذ المغلف ما بين البلاستيك والألمنيوم، ما بين الميكس الألمنيوم والسيليكون، ب5.75 ريال. سدادة المغاسل أو البانيو أيضا توفرت لدينا، والمصافي عاد بحر واسع متكامل. وحتاخذ المغلف وبنفس السعر. هذه الصفايات كوليكشن جدا واسع واصلنا، أو الكروانة لغسيل الفواكه والخضار وأيضا الأرز، حتجيكم بالشكل هذا مع مصفاة متحرك. وحتاخذوا القطعة ب5.75 ريال. عندنا الشكل الثاني هنا، ويجيكم زبدية بالشكل هذا، زبدية ومعاها في نفس الوقت مصفاة، مرة حلوة وعملية. وحتاخذوها القطعة وبنفس السعر. وإذا حابين تاخذوا أيضا الزبديات الكرتونية هذه بالغطاء البلاستيك، مرة حلوة للآيس كريم، بالحلويات، وأيضا للبوب كورن، التوزيعات. حتاخذوا المغلف بالشكل هذا وبنفس السعر. وإذا عندكم بيبي وحابين تعملوا له ألذ المأكولات في منازلكم، وحابين تاخذوها معاكم برا عند نزهتكم أو عند مامتك أو أي مكان، خذي العلب الصغيرة هذه وقسمي وجباته فيها، مرة حلوة. وحتاخذ المغلف بالشكل هذا أو ب5.75 ريال. عندنا أيضا الأطباق الإكريليك لأجمل مشاريع، واللي بيحبوا يعملوا البيتيفور، المعمول، الغريبة، حابين أيضا يوزعوها لأحبابهم، لمامتك، لصحبتك، لأختك، خذي الأطباق الجميلة هذه، زيديها بس بورق الزبدة. وحتاخذ المغلف ما بين 6 إلى 8 و10 ب5.75 ريال على حسب المقاس، بيختلف العدد، تفاصيلها مرة حلوة. بتحبوا هذه النوعية من التمريات؟ طبعا بتجيكم معدن، كثير بيفضلوها وبيحبوها. وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر.
خلونا نشوف عصارة الحمضيات اليدوية اللي وصلتنا والكوليكشن الواسع اللي وصلنا لعيونكم انتو فقط، ما بين اللي بيجيكم بجك بالشكل هذا وما بين اللي بيجيكم بكوب. تحبوا تشربوا البرتقال والليمون بكثرة وحابين تعصروه بيدكم بشكل أسرع مرة، هذه لا تفوتكم. شايفين شكلها كيف يا أخي العقل؟ والسعر 1.50 ريال. هلا لا، عندنا هنا بيجيكم عصارة الحمضيات اليدوية مع كوب، مرة حلوة. محبين الشاي والمخمخة ايش رايكم في البراد هذا؟ شوفوا حجمه كيف، مرة حلو. حتاخذ القطعة وبنفس السعر، وايضا البرادات القزاز اللي واصلتنا يفضل للتقديم فقط. يجيكم الميزة الجميلة فيه انه مع مصفاة من الداخل، حلو يعني للاعشاب، للنعناع، حلو ايضا للكركديه اللي بيحبوا يتناولوه او يشربوه. ركوة القهوة القزاز طبعا بتتحمل الحرارة، بس شغلوا النار عليها مو عالية، تكون واطية شوية. عندنا هنا كوليكشن آخر لإيه؟ للبراريد القزاز، مرة منظرها ياخذ العقل. حضروا فيها ألذ الشاي، سواء الشاي بالحليب أو الشاي بنعنع، وألذ الفطور، واستمتعوا بألذ الفطور واستمتعوا بأجمل الجلسات. عندنا هنا الثلاجات والترامس القهوة أو الشاي الصغيرة، حلوة لو بتخرجوا خرجة سريعة حابين تأخذوا معكم مشروبكم، طبعا بتحفظ الحرارة من صحن ساعتين فقط، وحلوة أيضا لتوزيعات لمناسباتكم. توزيعات الحلوة شيء مستفاد فيه، وبسعر 5.75 ريال. هلا لا بس أخذت البراريد، ومحتاجين تأخذوا صواني التقديم، متوفر لدينا كوليكشن واسع لصواني التقديم ما بين اللون الأبيض إلى الأحمر والأصفر، عاد الكوليكشن واسع والاختيار لكم. عندنا هنا إيه؟ شيالة الحلا، مرة حلو للقاتوهات والحلويات، وحجمها مرة حلو كبير، بتجيكم بقاعدة بالشكل هذا وتبقى تاخذوها ب5.75 ريال. هلا لا، عندنا هنا المقاس الأصغر بيجيكم بغطاء، مرة حلو للمعجنات أو الحلويات، وحتاخذوا القطعة وبنفس السعر. خلونا ننتقل للسيراميك أو قسم السيراميك ونشوف كل جديد وصلنا فيه. لا يفوتكم العرض الخرافي والجبار اللي وفرناه لكم على السكريات الجميلة هذه، حتاخذوا القطعتين ب5.75 ريال. هلا لا، بدل القطعة. خلوني بس أذكركم بفروعنا، الرياض مخرج 29 شارع بلاد الرباح، وفرحين خميس مشاهد حي الخالتية والضيافة. ننتظركم دائما أبدا بكل حب، وخميسكم سعيد، ونشوفكم بإذن الله بتغطيات أخرى.